خلينا نروح دلوقتي الوادي الجديد. معانا من محافظة الوادي الجديد عمر عبد الرحيم رسلان، وهو أحد متطوعي التحالف الوطني في جنوب الصعيد. أهلا بك يا عمر، منورنا في صباح الخير يا مصر. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ مصطفى. قول لنا الدور اللي بتقوم بيه كمتطوع في التحالف الوطني، وخصوصا في محافظة حدودية زي الوادي الجديد، أكسبك إيه من الخبرات المجتمعية وفتح لك مجالات عاملة إزاي؟ أولا أهلا وسهلا بحضراتكم. أهلا وسهلا. وأهلا وسهلا بزملائي الموجودين في الاستوديو. أهلا بيك. إحنا بن يعني إحنا زي ما قالوا زملائي كده، إحنا في تكامل أساسي بيننا وبين بعض في كل الأماكن. وجودنا في موضوع التطوع وأكسبنا مهارات كثيرة، يعني خصوصا زي ما حضراتكم كنتوا بتتكلموا عن وجود حاجة زي الأكاديمية الوطنية، وانها قد ايه بتوفر للشباب التنميه والتطوير وبتنمي المهارات المختلفه، وان احنا دلوقتي بقينا بنشوف الشباب موجودين في اماكن مختلفه وفي مناصب مختلفه، وفي حراك اجتماعي اساسي لموضوع الشباب والاساسيات اللي بتنمى على ذلك يعني. أكيد فكرة وجود متطوعين في المجتمع المحلي، يعني في فترة طويلة جدا الكيانات الأهلية الكبيرة كانت بتاخد شباب من مناطق وتاخدهم تسافر، يمكن بعد لما حصل تدريب للشباب وبقى حصل يعني تسليم كده للكوادر لبعضها لبعض، بقى موجود ناس كتير قوي موجودة في المكان تقدر تساعد. أعتقد لما بيبقى المتطوع من المكان بيبقى عارف احتياجات المكان أكتر من أي حد. طبعا وجود الأشخاص من أماكنهم الأساسية بيطلع الاحتياجات الأساسية في المكان نفسه، وعلى اساس كده بيتم التنميه في المكان نفسه يعني. لكن انت نقدر نقول ان انت وجودك في محافظه الوادي الجديد يعني استقبلت من خلاله كم قافله جايه من مصر، او كم مجهود سواء عيني او مادي جاي من القاهره؟ احنا هنا طبعا احنا كمتطوعين في مؤسسه صناع الخير يعني، وجزء اساسي فيها ومسؤولين في المؤسسه يعني، احنا شغالين على محاور اساسيه زي محاور التمكين الاقتصادي ومحاور التمكين الاجتماعي، سواء كان في استقبال الصناديق الحمايه الاجتماعيه اللي بنوزعها للاسر الاولى بالرعايه، بنشتغل برضو على فكره توزيع الاضاحي، بنشتغل على كل الحمايه الاجتماعيه الممكنه للاسر الاولى بالرعايه. كمان احنا برضه بنشتغل على فكره قرى الامل. قرى الامل احنا قرى بيتم فيها اعاده الاعمار او رفع الكفاءه المنازل لاهالينا في قرى جنوب الصعيد، اللي من خلالها بنوفر لاهالينا الاكارم يعني سكن كريم متوفره فيه سبل الراحه والامان اللازمه يعني. استفدت ايه بقى من وجودك في الحاجات دي؟ لا استفاده قصوى يعني، اولا الوقت بيجي اسمن واقوى من الاول. انت دلوقتي بقيت بتكون موجود في مختلف الاماكن، بتساعد في كل الاجراءات المطلوبه يعني الوقت بيجي دلوقتي بقينا نقدر نوفر سن مختلف، بيجي معانا اطفال معانا كبار معانا، في تبادل خبرات بين الناس بين بعضيها، بيجي في يعني تقدر تتعلم حاجات اكثر في وقت اقل يعني. أكيد عمر عبد الرحمن رسلان أحد متطوعي التحالف الوطني بجنوب الصعيد، شكرا جزيلا لك.